أقامت نقابة المحامين في بغداد المؤتمر الوطني للديمقراطية لمناقشة إعلان المؤشر الوطني وقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوت عليه البرلمان. فاطمة الدليمي والتفاصيل. رسالة إلى صناع القرار السياسي في العراق لإيجاد قانون انتخابي يلبي طموح هذا الشعب المغلوب، كتبها القائمون على المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي أقيم في نقابة المحامين، حيث ناقشوا إعلان المؤشر الوطني وقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أصدره البرلمان العراقي. للعام الثاني على التوالي يقيم مركز حوكمة للسياسات العامة مسحا ميدانيا كبيرا، وهذا المؤتمر هو لإعلان نتائج هذا المسح اللي هو مؤشر لقياس الديمقراطية في العراق، تضمن أكثر من 3000 مبحوث العينة البحثية وفي 7 محافظات، وقاس مجموعة من المتغيرات والمعايير اقتصادية وقانونية وحقوق وحريات وانتخابية وأداء وفعالية الحكومية، وخلص إلى أنه التحول الديمقراطي في العراق لا زال جزئيا ولا زال يعني في مرحلة ركود، ويحتاج إلى تطبيق عدد من الإجراءات والتوصيات التي سوف تتمخض عنها هذا المؤتمر وتطبع في كتاب لاتباعها كسياسات عامة في تطور التجربة الديمقراطية في العراق. فقدان ثقة الجمهور بالحكومة ووصوله إلى اللاعودة بسبب فشلها في إدارة مؤسسات الدولة، وانتشار الفساد المالي والإداري في مفاصلها، وعدم حفاظ مفوضية الانتخابات على حياديتها، ساهم في عزوف الكثير من المواطنين عن الانتخابات. هناك مشكلة في التشريع العراقي تتمثل في قيام مجلس النواب بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وتعديل نسبة سانت ليغو، فبالتالي جاء هذا المؤتمر لكي يسلط الضوء على المكامن الخلل التي حصلت في تشريع هذا القانون وتنوير الرأي العام بالديمقراطية الحقيقية. الإحباط الذي أصاب الناخبين في السنوات الماضية كان أحد أسباب العزوف الانتخابي، وهذه المرة من قبل شريحة الشباب الذين فقدوا المصداقية بالوعود بتحقيق أبسط حقوقهم، مما أدى إلى قطع حبل الثقة بينهم وبين الحكومة، الأمر الذي جعلهم رافضين للذهاب لصناديق الاقتراع. اليوم أعتقد راح يكون هنالك عزف من قبل الشباب عن المشاركة بالانتخابات، خاصة انتخابات مجالس المحافظات، لأنه اليوم الشاب ما لمس شيء صراحة. اليوم جاي نشوف الآلاف من الخريجين يفترشون الأرض أمام الوزارات وماكو أي استجابة. اليوم مجلس النواب اللي هو المفترض يمثل الشعب ما وصل صوت الشعب. اليوم الشعب يحتاج هواية أمور، لذا أعتقد أنه من اللي لمسناه سابقا أنه يعني ما راح يشارك الشعب بالانتخابات المقبلة لأنه ما تحقق لأي شيء يريده. طبعا اكيد اليوم احنا نشوف الشباب يعزفون عن الانتخابات لعده اسباب، يعني اولها ضعف العلاقه بين الحكومه المحليه والشباب، وسبب عدم وجود ثقه بين الحكومه والشباب، لان الحكومه بالاونه الاخيره قامت يعني ما تدعم الشاب، يعني هوايه اكو اسباب خلت الشاب يبتعد عن موضوع الانتخابات. لتعزيز دور المواطن العراقي بالحياة السياسية وزيادة وعيه بالمعرفة الانتخابية، هذا ما ناقشه مؤتمر إعلان النتائج الديمقراطي الذي أقيم على قاعة نقابة المحامين. فاطمة الدليمي، WTV.